أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نبدأ أيضا احتفاءنا بآيات من القرآن الكريم للمناسبة التي نحن بصددها. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقدم الشكر إلى من أسدى إلينا معروفا، وإلى من قدم إلينا صنيعا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفردا في ذلك، فعلى الرغم من أن صحابته كانوا يجلونه ويقدرونه ويضعونه في المكان اللائق به، كان هو أيضا يقدرهم ويجلهم. ونحن أيضا في رابطة الأدب الإسلامي العالمية نسير في هذا الفلك، نكرم علماءنا ونكرم رادتنا ونكرم أولئك الذين أسدوا إلينا معروفا. ومن أول من يجب علينا أن نكرمهم سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي، الذي أبلى بلاء حسنا في سبيل رابطة الأدب الإسلامي العالمية من جهة، وفي سبيل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة من جهة أخرى. الحقيقة أننا فعلا يعني هناك أمر يعني أقدمه على سائر الأمور، هو يعني طلب لطيف من أحد الإخوان، أن يعني هو يرجو من أستاذنا أن يقول لنا كلمة ولو 5 دقائق. هو في الحقيقة سيتكلم في المساء، يعني جلسة المساء سيتكلم فيها الشيخ، ولكن فعلا أنا أتعاطف معه يعني قلبا وقالبا في أن نستمع في آخر كل جلسة مثلا إلى الشيخ في خمس دقائق، يعني نستمع له حتى لا نرهقه ولا نتعبه في الحديث. فهل توافقونني على هذا الطلب؟ يعني يتكلم شيخنا 5 دقائق فقط، فليتفضل سماحة الشيخ أبو الحسن الندوي. سادتي وإخواني، إنني حضرت مئات، أستطيع أن أقول مئات، أكثر من عشرات من الحفلات والمناسبات الخطابية والعلمية والفحصية والتحقيقية في مختلف أنحاء العالم، من القارات الثلاث، آسيا وأمريكا وأوروبا وأمريكا. ولكنني لا أذكر أنني تعرضت مثل هذا الموقف المحرج، الموقف الممتحن المبتلي، مثل ما ابتليت به، ما وصفت به واستهدفت له في هذا الوقت. إنني والله أقول لكم بصدق وإخلاص، لم أكن أتوقع حتى في حلم من الأحلام أني سواجه هذا التكريم البالغ والاعتراف السخي الواسع والأريحية الإسلامية العربية العلمية التاريخية. وإنني إذا قارنت بين ماضي وبين أصلي ونشأتي ومؤهلاتي وبين هذا التكريم الذي يواجه الآن، فوالله إنني أرى البون شاسعا والفرق واسعا جدا.
إنني أنتهز هذه الفرصة الكريمة التي لا تتأتى ولا تصلح في كل مكان وفي كل زمان، إني ألفت نظركم إلى شيء واحد لعله يكون حصيلة دراستنا وبحوثنا وما تكرمت به علي لهذا الحقير. إن الشيء الذي يمتاز به كتاباتي التي وفقني الله لها أو التوفيق الله من عند الله هو شيء واحد أريد أن ألفت نظركم إليه، هي قضية الصعيد، قضية المستوى. قضية المستوى قضية مهمة جدا. إن كثيرا من الناس، بل إن 100% تقريبا من الباحثين المتقدمين والمعاصرين يعتبرون المسلمين عاملا ممثلا من الممثلين. فأنا أستعين هنا بكلمتين إكليزيتين مع الاعتذار، هنالك كلمتان إكليزيتان أكتر and فاكتر. هم يعتبرون المسلمين أكتر، يعني هم يتأثرون، هم يخضعون للحوادث، يخضعون للقوى، يخضعون للطاقات، يخضعون للتوجيهات، يخضعون للتيارات، ولكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا أبدا. أين هم من التأثير من عددا وعددا وثقافة ورئاسة؟ فهم كل الباحثين إذا تكلموا عن المسلمين وإذا استعرضوا الأوضاع الطبيعية الأوضاع السائدة الآن، هم يعتبرون المسلمين كممثل كشيء يتأثر، ولكن المسلمون في حقيقة هم المؤثرون وهم العاملون المخدعون، ليس الخادعين فقط، المخدعون. يجب أن يكون هكذا. وإنني مع اعتذاري أنشد بيتا من أبيات العلامة الشاعر محمد إقبال، هو أولا وصف أن انعقد هنالك مجلس برلماني، برلمان إبليس، فكل واحد جسم الخطر وصور الخطر، الخطر من الشيوعية، الخطر من الحكومات الاستبدادية، الخطر من الحضارات من كذا وكذا وكذا. فقام وقف رئيس المجلس إبليس في الأخير وقال إنني لا أخشى أي شيء مما وصفتموه، إنني أخشى شيء الوحيد وهو أن ينهض المسلمون، لأنهم هم وكل إليهم حسبة العالم. فأنشد هذا البيت الوردي الذي إذا بلغ إقبال وهو في مرقده لسر بذلك واستبشر كثيرا وتفاعل أن بيته ينشد في دار الخلافة العثمانية، في دار الخلافة الإسلامية القديمة، وفي دار القوة الإسلامية. يقول: هر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، اے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. یعنی لا اخشى حدا ولكنني اخشى الامة التي وكل اليها امر حسبة العالم. استعراض العالم بعقيدته واتجاهاته وميوله وحضارته وتصرفاته. فهذه الأمة الوحيدة التي وكلت إليها حسبة العالم، هي المسيطرة على العالم وهي الناقدة للعالم وهي الموجهة للعالم. ليس المسلمون هم معمل فقط، معمل ومجال للتأثير فقط. إنني لما صدر لي هذا الكتاب ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين، وأقول لكم أنه سبق زيارتي لمصر وما كنت أعرف أن الكتاب قد ظهر. ثم لما زرت مصر كما تفضل العالم الكبير الباحث الدكتور يوسف الخضاوي، فهنالك صادفت فوجئت بأن هذا الكتاب قد قرئ، وبعض الجرائد المصرية قد علقت على صدور هذا الكتاب. قل: هل المسلمون في مكان يستطيعون أن يؤثروا في العالم؟ أين هذا؟ يعني استبعدوا ذلك جدا، استغربوا وقالوا يعني هذا كأنه حلم من الأحلام أو تكهن من التكهنات، المسلمون يؤثرون في العالم. فأقول لكم إنه إذا كان شيء واحد يعترف به ويشكر الله يحمد الله تبارك وتعالى، يحمد عليه المؤلف ويحمد عليه المعجبون بهذا الكتاب، هو أنه قد كتب من هذا الصعيد، من هذا المرتقى، من هذه القمة، وأن المسلمين هم المراقبون للعالم وهم المسؤولون عن العالم وهم الموجهون للعالم دائما. فهذا إذا كان هنالك مكسب وإذا كان هنالك شيء من توفيق الله تبارك وتعالى،
فهو أن هذا الكتاب قد وقف مؤلفه بتوفيق الله تبارك وتعالى على هذا المستوى على هذا السعيد ومن خلال